السلام عليكم، معكم الشيف عبد البسيط. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لهاد لي شوسون ديال التفاح، كيطلعوا رائعين. كنتمنى تجربوهم، وبلاباط فيتي كيطلعوا رائعين بزاف. وهنايا ان شاء الله كما كتلاحظوا العجينه عندنا راها واجده، يعني كما كتعرفوا العجين راه لاباط فيتي راه دابا ولات معروفه. وغادي نخلي لكم الطريقه ديال العجين لاباط فيتي، غادي نخليها لكم في اخر الفيديو، كتلقاوها في دوك لي كارويات يا الفوق يا التحت. المهم غادي تكليكي عليها وغادي تدخل تشوف الفيديو ديال لاباط فيتي كيفاش غادي تعمل ليها، سواء الميلفاي ولا المهم لاباط وحده راه كتخدم تخرجوا بها الميلفاي لي شوسون الفيلتاج اي حاجه في لي صاليه ديال الفيلتاج كتعملوها بلاباط فيتي ان شاء الله. وهنايا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه التحضير ديالها. هنايا كنعرضوا شويه هاد العجينه هادي. انا عندي هنايا على حساب واحد 500 غرام ديال العجينه. هنايا كما كتلاحظوا غادي نعرضها وغادي نديو العجينه، خصها تمشي مقاده، خصها تجي فيها واحد 3 ديال المليم، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، 3 ديال المليم لا غير. وهنايا كنكونوا عاوتاني وجدت كيسميتو التفاح، يعني غادي نعملوها بالتفاح ان شاء الله. انا شديت داك التفاح اللي كتلقاه احمر، ويعني راه طايب شي شويه، طايب شي شويه، وراه حتى اللون ديالو غادي تشوفوا يعني جاي بحال الكراميل تقريبا. حكيتو وغادي ان شاء الله غادي نخلطو مع كريم باتيسير، وكريم باتيسير ان شاء الله غادي نخلي لكم في اخر الفيديو حتى هو، شوفوا الفيديو ديالو ان شاء الله ودخلوا شوفوا الفيديو ديال الكريم باتيسير كيفاش كنعملوه كيفاش كنعدلوه، وديك الساعه عادي يمكن لك يعني تخدم هاد لي شوسون. اللي كيعرف كيفاش يعدل الكريم باتيسير هذيك الساعه راه صافي، يمكن لك غير توجد كل شيء وديك الساعه تكوماسي. وهنايا ما تنساونيش باللايك ديالكم والبارطاج وشكرا لكم، واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك فضلا وليس امرا. وهنايا كما كتلاحظوا هنايا انا مقطع هاد العجينه هنايا، وهنايا غادي نعطي لكم العبار بالسنتيم، هنايا 10 ديال السنتيم في العرض، وفي الطول فيها 15 ديال السنتيم. هنايا على حسب هاد لي شوسو اللي عملتو، بغيتو تعملوهم صواري تعملوهم، انا عملتهم على حسب يعني على حسب 5 دراهم 6 دراهم. وهنايا بغيتو تصغروهم تعملوهم على حساب 4 دراهم يمكن لكم تعملوهم. وهنايا التفاح كما قلت لكم يعني راه محكوك وكان عندي في الثلاجة، وهنايا كنزيد معاه كريم باتيسير، يعني عندي واحد نصف لتر ديال الحليب ديال الكريم باتيسير. وهنايا كنخلطو مزيان التفاح مع الكريم باتيسير كما كتلاحظوا. هنايا كنوجدوا دائما هادشي ديال اللي كنعمروا في ديال لي شوسو ولا ديال التمر، دائما ديال الحشوه كنعملوها كنوجدوها وكنخليوها باش ملي كنطلقوا العجينه ديريكت، ماشي حتى نطلقوا العجينه عاد نبداو نوجدوا. وهنايا كنجيب واحد شويه ديال البيض، بيضه كامله خلطتها مزيان، وكندوري هاد الجوانب ديال هاد العجينه، يعني هاد لي كارو كندوريها غير من التحت وكنطلع واحد شويه النص ديالها باش ملي كنطويها كتجي على جوج كتجي باينه. هنايا نبين لكم شويه مزيان مع كانت الكاميرا هابطه على حساب الخليط اللي عملنا ديال لي شوسون ديال التفاح وكريم باتيسير. وهنايا كنشدو كنطوي العجينه وكنضغطوا عليها بهذه الطريقه، يعني خصنا نضغطوا عليها باش كتلتصق باش ما تحلش لينا، ماشي غير نزلو عليها وصافي، لا كنبريسيو عليها بحال هكذا، ومازال ان شاء الله غادي نبيكيها، مازال غادي تشوفوا كيفاش غادي نبيكيها باش ما تحلياش في الفران. لحقاش العجينه ديال لاباط فيتي هي كتكون مجهده كتحل كتفتح، وغادي تخرج لكم الحشوه على برا. اللهم جمعوها، راه كنشوف بزاف ديال الناس كيعملوا لي شوسون وكيعملوهم كيجيو مفتوحين حالا كاع فمها حتى الفوق، كي غادي دير تعملها تاكلها يعني لي شوسون ما كيكونوش هكاك، يعني لي شوسو كيكونوا مجموعين باش الانسان كي خص تكون تدخل في الفم، ماشي تعملها بحال شي صباط. هانتوما هنايا كما كتلاحظوا يعني عملت هنايا
كلشي القطاع ديالي شوصو ديالي هنايا، وهنايا كندوريها بالبيض بحال هكذا. واللي ما كيبغيش الزفورية ديال البيض يمكن له يعمل معاه شوية ديال لاروم، لي زاروم مثلا ديال المذاقات، ديال اي مذاق حبيتو يمكن لكم تعملوه، وتعملوا معاه واحد القطرة ديال الزيت، واحد شوية ديال الزيت، بيضة غادي تعمل معاه واحد ملعقة صغيرة ديال الزيت باش كتعطيه واحد البريو. وهنايا كما كتلاحظوا او تعملوا معاه شوية الملح، وهانتم هنايا عاوتاني واخا كنت سديتهم شوف يعني كان بيكيهم، خصهم يتبيكاو بحال هكا يتقبو باش ما يتفتحوش. دائما لي شوصو بهذه الطريقه. راه كاين الاغلاط بزاف ديال الناس كيعملوا لي شوصو غلط، دائما كتلقاو لي شوصو مجوجين محلولين مفتوحين، كي غادي تعمل ليها واش غادي تشدها غادي تثنيها على جوج عاد يمكن لك تاكلها؟ يعني كيخص لي شوصو يبقاو باش كيعطيو المنظر ديالهم. علاش حنا كندوريوهم من الفوق كاين اللي كتزوقهم، خص تبقى داكشي يعني ديك الزواقه تكون باينه، ماشي تكون تحل هي تطوات وطابت صافي كتكنا شي ما عملتيه. وهنايا غادي ندير الفرن على حسب 180 درجه، وغادي نطيب لي شوصو ديالي مزيان حتى نشوفهم بداو كيتحركوا ما كيبقاوش لاصقين لي على اللاطه. ها انتم الشكل ديالهم، وهذا غير بالفرن العادي، فرن ديال بوطه يا غاز يعني عادي، ما كاين لا فيه لا ضو لا حتى شي حاجه. ها انتم شوفوا من التحت يعني طايبه من التحت وطايب كل شيء، حتى من الداخل راه طايبه. خصنا دائما لي شوصو نعملوهم يكونوا طايبين، نحسوا بهم طايبين من الداخل. كنلقى بزاف ديال لي شوصو كنلقاهم كنشريهم ولا كنجيبهم بحال هكذا ولا كناكلهم عند شي حد، كتلقاهم عجينه من الداخل ما كيطيبوهمش مزيان. يعني مع ملي كندوريوهم بالبيض ملي كتدخلهم الفران راه بيان سور غادي هذاك البيض غادي يتحمر. ما نشوفش انا الحمورية ديال البيض، خصني نشوف الحمورية ديال العجينة. وملي كطيب الاخر العجينة يعني كتكون طايبة راه كتكون باينة، يعني باينة طايبة. وهنايا كما كتلاحظوا هنايا كندوريهم عاوتاني شوية ديال الناباج. هنايا نجيبو مثلا شوية ديال اللوز هاشي ولا الجوز الهند الكوك ولا الكاوكا ولا المهم التزيين كيبقى دائما اختياري لكم الاختيار. وهنايا كتقدموهم للضيوف ديالكم او التجاره. هنايا كما قلت لكم 6 دراهم هنايا باش كنبيعوا هاد لي شوسو هادو، يعني كيطلعوا رائعين بزاف وكيجيو طايبين وكيجيو خاويين من الداخل. يعني هذاك الحشوه راه كتهود لتحت كتجي بحال واحد الفرشه، هانتوما غادي تشوفوا من الداخل. شتو هانتوما شوفوا الفرشه ديال القاع كيفاش كتبان، وهنايا الطوراق ديال العجين وباقي سخانين. هنايا كي خصها تكون خاويه، ملي كتهز لي شوشو كتلقاها خفيفه في الوزن ديالها عرفها راها طايبه. وهنايا كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والبارتاج، وشكرا لكم. واللي ما مشتركش كنتمنى ان شاء الله يشترك فضلا وليس امرا، و كنتمنى هاد الحلقة هذه تنال إعجابكم، وشكرا على التفاعل ديالكم وعلى حسن المتابعة، وشكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.